خير يا جناب الكولونيل. هيني يا ابو العز، بدي اياكم تخبروني مين هن الاشخاص اللي فاتوا امبارح بالليل وهربوا المجرم. بالله يعني من كل عقلك عم تحكي انت؟ نحن شو خصنا بهالسيره؟ نحن بلا اصلا ما كنا موجودين. يعني نحن هون لحتى نحقق مع كل العالم. انت شو بتعرف؟ انا ما بعرف شيء. طلع فيه منيح. بدك تحكي بصراحه احسن ما تلحقكم طرطوشي كلكم سوا. انا هون عم حقق مع كل العالم، حكم ممرضين كل العالم بدها تحكي، حتى الحريم. شو حريم ما حريم؟ انت شو عم تحكي جناب الكولونيل؟ والله وشو خص الحريم بهذا الحكي؟ لكن خبرونا شو بتعرفوا يا ابو العز. سيدنا اذا مو قدرانين على هذا السرسري لا تتبلونا. اسحبوه على التحقيق. رو شوي، رو صلي على النبي. لو وين بتكون تاخذوه طيب؟ تعطي الهم ابو العز، شوية تحقيق وبيرجع ان شاء الله. يا بي شو رح نحقق معه شوي؟ عم نقول لك بالاصل نحن ما لنا علاقة بكل هي السيرة، الله ربي. يا ابو العز بوعدك انه رح يرجع بخير وسلامة، بس انت ما ترفض احسن ما تعقد الامور اكثر. اسحبوه يا بي امشي.